وكعادتنا خلينا نبدا معاكم باهم الاخبار والاحداث اللي حصلت امبارح، ومن اهمها تلقي سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتصال هاتفي من الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي، واللي توجه بالتهنئه للسيد الرئيس على الفوز في الانتخابات الرئاسيه الاخيره واعاده انتخاب سيادته رئيسا لمصر. وتطرق الاتصال ايضا للتباحث حول تطورات الاوضاع في قطاع غزه، فضلا عن متابعه النقاش حول مسار تناول القضايا العالقه بين البلدين. امبارح كمان اكدت الحكومه انه لا صحه تماما لتغيير نظام امتحانات الثانويه العامه خلال العام الدراسي الحالي 2023-2024. مركز معلومات مجلس الوزراء قال انه لم يتم اصدار اي قرارات تخص تغيير نظام الامتحانات، وانه هيتم عقد امتحانات الثانويه العامه للعام الدراسي الحالي بنفس نظام السنه اللي فاتت ونفس المواصفات الخاصه بالورقه الامتحانيه دون اي تغيير. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها الاجتماع اللي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي للاطلاع على جهود الحكومة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، وتم استعراض سيناريوهات إنتاج الهيدروجين ومحاور خطة العمل خلال المرحلة المقبلة على المستويين التنفيذي والتشريعي وإجراءات بناء القدرات الوطنية. وتستهدف الاستراتيجية أن تصبح مصر إحدى البلدان الرائدة في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون على مستوى العالم، وهو ما سيتيح توفير المزيد من فرص العمل وزيادة الدخل القومي خلال الأعوام المقبلة، فضلاً عن تعزيز خفض الانبعاثات بما يتفق والجهود الوطنية لحماية البيئة. امبارح تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اللي توجه بالتهنئة للرئيس على الفوز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة وإعادة انتخاب سيادته رئيساً لمصر، وثمن الرئيس من جانبه هذه اللفتة المقدرة. وتطرق الاتصال أيضاً للتباحث حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، فضلاً عن متابعة النقاش حول مسار تناول القضايا العالقة بين البلدين. امبارح أكدت الحكومة أنه لا صحة لتغيير نظام امتحانات الثانوية العامة خلال العام الدراسي الحالي 2023-2024، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وشددت على أنه سيتم عقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي بنفس نظام العام الماضي بذات المواصفات للورقة الامتحانية دون أي تغيير، وده وفق نظام الكتاب المفتوح أو الأوبن بوك، وبيحصل الطلاب على كتيب مفاهيم يتضمن القواعد والقوانين اللي بيحتاجها الطالب أثناء الامتحان مع تطبيق نظام البابل شيت، موضحة أن الطالب سيتسلم كراسة أسئلة وكراسة البابل شيت وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية، وناشدة الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. امبارح واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة كلنا واحد معك في كل مكان تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من قاطني المناطق الأكثر احتياجاً والسيدات المعيلات. وقام قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية بتوجيه قوافل طبية وإنسانية استهدفت عدد من القرى والتجمعات السكانية بنطاق محافظة الفيوم لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين. وتم توزيع عدد من العبوات الغذائية والمساعدات العينية مع توقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين وصرف العلاج ليهم بالمجان. نروح مع حضراتكم لجولة كده في أخبار المحافظات وما يحدث خارج القاهرة، والبداية من قنا. مواطنون أو تم إطلاق مبادرة بعنوان بلغني لتلقي شكاوى المواطنين المتضررين من سائقي الأجرة. في اسكندرية كمان تم تسليم حوالي 55 منزل لأهالي قرية فلسطين بعد الانتهاء من تطويرها. أما في المنيا فتم الإعلان عن فحص 297 ألف طالب بالمراحل التعليمية المختلفة، وفي كفر الشيخ تم توعية 40 ألف مواطن حول دور المشروعات القومية في التنمية. تفاصيل وأخبار أكثر من محافظات أخرى في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في قنا أعلنت المحافظة أنه بيتم التنسيق مع الرقابة الإدارية لاستقبال شكوى المواطنين المتضررين من عدم التزام سائق الأجرة والسيرفيس بخط السير أو التعريفة المقررة من خلال مبادرة بلغني، وده في إطار تفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والاستماع لمشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن كافة الخدمات المقدمة لهم.
في الإسكندرية سلمت المحافظة 55 منزل لأهالي قرية فلسطين بنطاق حي العمرية تاني بعد الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة والتطوير اللي تمت من خلال وزارة البترول والثروة المعدنية، وده في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الأسر الأولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة ليهم. في المنيا أكدت المحافظة أنه تم إجراء فحص طبي شامل ل 297,795 طالب بالمراحل التعليمية المختلفة على مستوى مدارس القطاع الريفي، وده منذ بداية العام الدراسي. كما تم تقديم 125,914 خدمة صحية متنوعة للشباب من خدمات رعاية صحية وخدمات توعية ومشورة ل 45,082 من الشباب من خلال برنامج الشباب والمراهقين، وده خلال شهر نوفمبر الماضي. في الوادي الجديد أعلنت المحافظة عن صدور القرار الوزاري بتشغيل محكمة الفرافرة اعتباراً من أول يناير 2024، وده في إطار جهود المحافظة لتوفير مختلف الخدمات للمواطنين تخفيفاً عن مواطني الفرافرة وتوفيراً للوقت والجهد في إنهاء إجراءات التقاضي وفقاً لأحدث التجهيزات في منظومة عمل المحاكم. في المنوفية أعلنت المحافظة عن تمويل 73 مشروع اقتصادي بتكلفة إجمالية 568,000 جنيه بمختلف المجالات الإنتاجية والممولة من مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية بالمحافظة، وده ضمن خطة توسيع قاعدة الاستفادة من مشروع إقراض الأسر لمساعدة الشباب والأسر الريفية في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بهدف خلق فرص عمل جادة وحقيقية للمساهمة في زيادة دخل الأسر الريفية وتوفير فرص عمل منتجة لأبنائها للحد من مشكلة البطالة. في كفر الشيخ نظم فرع المجلس القومي للمرأة حملات طرق الأبواب تحت عنوان بلدي أمانة، مستهدفة 40,700 من السيدات والرجال والأطفال ب8,000 زيارة، وتعمل الحملة على تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل وشرح دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين. في سوهاج بيشهد مركز سقلتة تنفيذ أعمال الرصف بطريق المراونة بداية من محطة رفع صرف صحي سقلتة حتى التأمين الصحي بشارع الحرية بعرض 7 أمتار وطول 1200 متر، وبيتم متابعة أعمال استكمال الرصف للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل أي معوقات والانتهاء من كل الأعمال وفقاً للمواعيد والجداول الزمنية المحددة.